طب الافضل لاعب انت بتحبه او يعني كنت معجب بامكانياته دربته في النادي الاهلي في الفتره بتاعتك وانت في النادي الاهلي؟ In the moment or in my time? During your term, coach. During your term. Sorry? During. Hello? واحد من أفضل اللاعبين أنا كان هو محمد عمارة، كنت أحبه جدا. وحسام غالي كان حسام غالي 17 عاما، وأنا أول من أشركته مع الفريق الأول. سيد عبد الحفيظ أيضا كان لاعب جيد جدا وكان صغير السن في ذلك الوقت. لا أريد أن أذكر واحد فقط، ولكن هؤلاء اللاعبين الصغار مثل إبراهيم سعيد، إبراهيم سعيد، محمد جودة وإبراهيم سعيد. Yes. كانوا لاعبين صغار وجيدين جدا. أنا أحب اللاعبين هؤلاء اللاعبين الصغار، وكانوا يأدون بشكل طيب جدا. بالتأكيد كان لابد أن يكون معهم الخبرات مثل هذه خشبة وكابتن أسامة عرابي. كان شيء سعيد جدا بالنسبة لي أنا. طيب، هؤلاء اللاعبين الصغار. مستر صبل، حضرتك اتعاملت مع كابتن محمود الخطيب في الفترة لما كنت موجود في النادي الأهلي سنة 97. كان كابتن محمود الخطيب كان عضو مجلس إدارة. توقعت في يوم من الأيام إن كابتن محمود الخطيب يبقى رئيس النادي الأهلي، ورئيس النادي الأهلي بقى له فترة كبيرة، وعايز اعرف كان معاملتك مع كابتن محمود الخطيب ازاي؟ ذلك جو اون كوتش. سوري. يس يو هير مي؟ يا انا سامع. أنه كان إنسانا لطيفا وشخصية لطيفة، وكنت أتوقع أن يكون رئيسا. وأيضا لدي ذكريات جيدة جدا معه. وكان هناك مباراة في التنس. كان هناك مباراة في التنس، وأخذني إلى الأهرامات وجعلني أشاهد هذه المباراة. الخطيب كان يعمل كل شيء في كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام. أنا توقعت بهذا الأداء أن يكون يوما ما رئيسا للنادي الأهلي. طيب، خليني أقول لك الفترة الحالية الأهلي آخر ثلاث